السلام عليكم. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن شيت 5 مادة المانجمنت، واللي بيتكلم عن الريسورسز. الريسورسز مانجمنت، إيه المقصود بكلمة ريسورسز؟ الريسورس هو المقصود بيه الماكينات والفرق العمل اللي أنت شغال بيها في أي أكتيفيتي معين. يعني أنا مثلا عندي أكتيفيتي بي شغال فيه في الموقع، هيبقى عندي إيه الريسورسز اللي متاحة عندي؟ أولا هتبقى الماكينات اللي بتعمل الشغل معين، التاسك معين، أو فرق العمل التانية. يعني مثلا لو إحنا هنصب خرسانة، هيبقى عندي الماكينات، هي عبارة عن آلة الخلط أو معدة الخلط والمعدات اللي هنصب بيها، سواء إذا كان في ونش يرفع الخرسانة دي أو حاجة، فريق العمل اللي شغال معايا على الأجهزة دي. طيب إيه المقصود بقى من الشيت ده، أو هنستفاد إيه من الشيت ده؟ الشيت ده بيقول لك لو أنت عندك أكتيفيتي معين والأكتيفيتي ده فيه جواه تاسكات صغيرة، عايز تعرف المدة بتاعت الأكتيفيتي، الأكتيفيتي ده المدة بتاعته قد إيه عشان يعمل نقلة واحدة أو مرة واحدة. يعني مثلا نفترض إن أنا بنقل كمية رمل من مكان لمكان، فأنا عندي عربية الشحنة بتاعتها مثلا 30 متر مكعب، فأنا مثلا عايز أعرف إن أنا أنقل شحن 30 متر مكعب مرة واحدة دي بتستغرق وقت قد إيه، تستغرق مثلا كام دقيقة وهكذا. عشان أنا لو عرفت مثلا 30 متر مكعب دول بيستغرقوا 5 دقايق، لو أنا معايا 300 متر مكعب، ابقى عارف ان انا هستخدم فيهم وقت قد ايه. هقسم ال 300 متر مكعب على 30، هيديني ان انا هعمل 10 نقلات، وانا النقله الواحده مثلا بتاخد 5 دقائق، يبقى مثلا 50 دقيقه هقدر انقل فيهم 300 متر مكعب. طيب تعال نشوف بقى الشيت ده بنحله ازاي، او ايه اللي بيسهل لي الموضوع عشان اعرف الارقام دي. في حاجه عندنا اسمها المالتيبل اكتيفيتي شارت. المالتيبل اكتيفيتي شارت ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت هترسم شارت شبه بار شارت اللي احنا كنا بنرسمه في الاول، في شبه البار شارت في الاثنين محاور بتوعه، لان انت هنا بتحط الريسورسز بدل الاكتيفيتي اللي انت كنت بتحطها، وهنا بتحط التايم او الفتره الزمنيه اللي هيستهرجها كل ريسورس من دول. وهنشوف هنحل ازاي. طيب عشان نفهم الموضوع كده بسهوله وبسرعه، يعني احنا ممكن نحل بمثال على طول عشان نحس ان الدنيا اسهل شويه. فهنحل مثلا المثال في شيت 5 اللي هو رقم 2. طيب اول خطوات بعملها ايه في المالتيبل اكتيفيتي شارت؟ طيب عندنا حاجه التاسكات هو بيكون مديها لك في جدول، وكل كل تاسك بيبقى مديك الديوريشن بتاعه. عندنا حاجه اول او يعني عندنا اول حاجه المفروض نعملها ان احنا نحدد نوع التاسك ده، اذا كان كومن ولا انديفيدوال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا شغال في موقع عندي فيه تاسكات بيعملها مكنه واحده مثلا، يعني مثلا خلط الخرسانه ده بتعمله مكنه الخرسانه الواحده، لكن مثلا لما تيجي نتكلم ان احنا هنعبي عربيه، يعني هنملى عربيه مثلا بالخرسانه، يبقى عندي كام حاجه شغاله؟ عندي حاجتين، عندي البامب بتاعت الخرسانه اللي بتضخ البامب جوه العربيه، والعربيه نفسها اللي واقفه تحمل لغايه ما تعمل. يبقى انا كده التاسك دي استخدمت فيها 2 ريسورس، ده اللي بنسميه الكومن. لكن لو التاسك اتعمل بريسورس واحد ده بنسميه انتفيدو. طب ده هيفرق معانا ايه؟ هيفرق معانا لما نيجي نرسم الشرط. طيب تعالى نمسك مثلا المساله دي ونحدد كده بس مين الانتفيدوال ومين الكومن. في المساله دي بيقول لك ان هو عنده عمليه ان هو بيحفر حته من السويل في الارض، يعني بيحفر كميه من الارض باستخدام لودر، وبعد كده بينقل الكميه دي بعربيات وبينقلها لمكان تاني، وبعد ما ينقلها من مكان تاني بيجيب بلدوزر بيساوي كميه الحفر اللي هو جابها دي بالارض عشان يخليها على منسوب معين. طيب هو بيقول لك ان هو عنده الريسورسز المتاحه هنا في السؤال، هو اللودر والتراك يعني العربيه، والبلدوزر الاخير اللي هو بيعمل تسويه، ومدي لك جدول بيقول لك ان دي التاسكات اللي انا هستخدمها والديوريشن بتاع كل واحد. فمثلا تعالى نمسك كل تاسك نقراه ونشوف هو بيعبر عن ايه، ونحدد اذا كان هو كومن ولا انديفيدوال، ونحدد نوع الريسورسز اللي بيعمله. تعالى اول مثلا تاسك بيقول لك ان اللودر لودز 1 تراك، يعني اللودر بيعبي العربيه. طيب ده اولا ده هيبقى كومن تاسك، لان انت في 2 ريسورس، اللودر ذات نفسه اللي بيحبي، والعربيه ذات نفسها وهي واقفه مستنيه لغايه ما تتحمل، فيبقى ده كومن. والاثنين نوعين الريسورس اللي بيستخدموه اللودر والتراك. تعالى ندي مثلا اللودر رمز ال والتراك رمز تي، يبقى الاولاني ال وتي والنوع بتاعه كومن. نمسك على التاسك اللي بعده، اللودر بريبيرز تو لود ذا نيكست تراك، يعني اللودر بعد ما بيملى العربيه بيقعد فتره كده يجهز فيها نفسه تاني عشان يقدر يملى العربيه التانيه. ايا كان بقى اللي بيعمله في الفتره دي، مثلا بيحفر تاني، بيطلع كميه من الارض، ايا كان، يعني هو قايل لك ان هو بيجهز عشان يملى العربيه التانيه. طيب دلوقتي دي ده تاسك هيعمله كام ريسورس؟ هيعمله ريسورس واحد اللي هو اللودر، محدش بيشاركه فيه، يبقى ده انديفيدوال والريسورس بتاعه هو اللودر.
تعال نخش على اللي بعده اللي هو تراك ترافلز تو دامب اريا، يعني تراك بتتنقل من الليلة مكان اللي هترمي فيه السويل بتاعه او المكان اللي هيحط فيها السويل بتاعه. طبعا التراك وهي متحركة يعني بتروح من مكان لمكان، مفيش حد بيعمل معاها التاسك دي، فعشان كده ده انديفيدوال واللي بيعمله تراك. بعد كده بيقول لك ان التراك دامب لود، يعني العربية بتنزل اللود يعني تنزل الحمولة اللي معاها في الارض. طيب هو العربية واقف نازل حمولة في الأرض مفيش حد بيساعدها فيها، فده هنقول إن هو individual ويبقى تراك. بس هنيجي عند التاسك ده معين وهقول إن أنا هقول عليه كومان وهنحط جنبيه علامة كده وهنعرف ليه كومان لما نيجي نرسم. نخش على التاسك اللي بعده بيقول لك التراك ترافلز باك تو لودنج اريا، يعني هترجع تاني للودر عشان تبدأ تحمل، وهي راجعة محدش بيساعدها، فدي التراك individual. آخر حاجة خالص بيقول لك البلدوزر بيعمل تسوية للأرض دي، فده ما حدش بيساعده فيه، هو البلدوزر اللي بيعمله لوحده ده انديفيدوال. طيب نرجع للتاسك اللي احنا قلنا عليها دي كومن، وهي ما بيعملهاش غير ريسورس واحد اللي هو ان التراك يفضي الحموله اللي عليه. لو جينا نبص على ان التراك يفضي الحموله اللي عليه هنلاقي ان في حاجه تانية معتمده عليه، ايه هي؟ البلدوزر. البلدوزر مش هيبدا شغله غير لما العربيه بتاعت تفضي الحموله اللي معاها، فعشان كده قلنا عليه كومن، وهنشوف ده هيفرق معانا ازاي واحنا بنرسم. تعال نشوف الرسمه كده مثلا او بنعملها ازاي. ده شكل الرسم كده. بنروح اول حاجه نعملها بنعمل الخطين اللي هم الاسود دول، المحورين دول. هنا على المحور ده بنحط الريسورسز اللي معايا، حطيت على اللودر والتراك والبلدوزر. في المساله هو كان قايل لك ان انت معاك 3 تراك، بس انا هنحل المساله على انها فيها تراك واحد، وهنشوف بعد كده لما نحط اكتر من تراك هنعمل ايه. هو انت المفروض تحلها من مره واحده على 3 تراك على طول، بس احنا عشان بنشرح عشان نفهم واحده واحده. طيب هنحط على هنا نوع الريسورسز اللودر والتراك والبلدوزر، وهنا هنحط التايم اللي شغالين عليه، ونرتبه 1 2 3، وهو قايل ان هنا في المسألة ان التايم بالمينت، الديوريشن كلها بالمينت، فيبقى انا عارف ان دي كلها دقايق. هنبدأ بقى واحدة واحدة نمسك كل ريسورس من دول، نحاول طبعا نرتبهم ترتيب منطقي، يعني انا لو هحفر حبة رمل وانقلهم يبقى الترتيب المنطقي ان اللودر هو اللي يشتغل الاول يحفر، وبعد كده يعبي العربية، بعد كده العربية تروح لمكان تاني وتفضيه، والبلدوزر هو اللي يشتغل، فده الترتيب المنطقي ليهم. تعالى بقى نشوف كل تاسك من دول هنبدا نحطه هنا ازاي. تعال نمسك اول تاسك كان بيتقال، او نمسك اول ريسورس وناخد التاسكات بتاعته. اول ريسورس كان عندي هو اللودر. اللودر كان بيعمل ايه؟ كان بيملى اول عربيه وقال لي ان الدايركشن بتاعها 4، فانا هعمل ايه؟ هحط الريسورس الاولاني من عند البدايه زيرو وامشي لحد ما اوصل عند الاربعه، وانا قفلت كده البلوك بتاع اول تاسك عندي، ونديله اي رمز. انا مثلا اللودر بيعمل لود للتراك يبقى لودر دوت مثلا تراك، اي رمز ممكن لو عايز تكتبها تاني اكتبها خلاص، فيبقى دي ال دوت تي مثلا، اللودر بيعمل لود للتراك بس. بعد كده نخش على التاسك التاني اللي بيعمله اللودر، اللي هو عشان كده احنا جينا في الاول وحددنا جنب كل تاسك حطينا نوع الريسورس بتاعه عشان يبقى سهل علينا في الرسم. نخش على التاسك التاني اللي بيعمله اللودر اللي هو بيجهز نفسه لغايه ما يملى العربيه اللي بعدها. لو جينا نبص هنا هنلاقي ان هو الديوريشن بتاعه دقيقه واحده، فانا يبقى هبدا العمليه دي منين؟ هيبدا من عند نهايه اللي قبليه اللي هو عند الاربعه لغايه دقيقه واحده كمان لغايه الخمسه، يبقى دي التاسك التانيه بتاعت اللودر. نيجي نبص تاني مش هنلاقي ان عندي تاسكات تانيه، يبقى انا كده خلصت اللودر. اخش على الريسورس اللي بعده اللي هو التراك، هلاقي ان اول ريسورس بيعمله التراك هنلاقي كومن اللي هو اللودر لودز 1 تراك. هنا بقى هيجي فايده ان انت حددت كومن ولا انديفيدوال. ما دام قال ان ده التاسك كومن يبقى هما اتنين هيعملوه في نفس الوقت، اتنين ريسورس هيعملوه في نفس الوقت، فانت هتشوف الريسورس التاني فين نفس التاسك دي، هنلاقيها فوق ايه؟ هنلاقي فوق هنا اللودر، واقوم منزلها بالظبط في نفس التوقيت للريسورس ده. يعني انا هبدا هنا في بدايه التراك هو لسه ما حطيتش حاجه، هبدا عند ال ال تي دي واقوم حاططها كومن تاني هنا عند التراك. خلاص تمام كده انا خلصت اول تاسك. اخش على التاسك اللي بعدها هلاقي ان التراك ترافلز تو تامبير، يبقى ودي مدتها قد ايه؟ مدتها 7 دقايق. يبقى انا هاجي من نهايه ان هو خلاص العربيه اتحملت عند الاربعه واكمل لغايه ال 11، يعني حطيت 7 على 4 بقت 11، اللي هي دي الفتره اللي حصل فيها الترافل. خلصت الترافل نخش على اللي بعده، هتلاقي ان التراك دامب سلود، يعني العربيه بتفضي اللود، يبقى دي ايه؟ خلاص يبقى من الرقم 11 والديوريشن بتاعها هو قايل ان هو 2، يبقى من 11 ل 13. خلصت البلوك بتاعها، اخش على اللي بعديه قال لي ان التراك ترافل باك تو اري ومدتها قد ايه؟ 5 دقايق.
يبقى انا من عند ال 13 اكمل كمان 5 دقايق اوصل لل 18 للترافل باك. هبص تاني هلاقي ان التاسكات عندي خلصت لغايه هنا بتاعت التراك خلاص حطيتها. اخش على بعديها البلدوزر، بيقول ان البلدوزر بيعمل اول دمب حطيتها انت بتاعت الحموله الاول حطت بيعمل لها تسويه. زي ما احنا قلنا هنا ان انا عندي تاسك هنقول عليه كومن، بان في حاجه واحده بس بتعمله اللي هو التراك، ان هي فضيت اللود. ليه؟ لان البلدوزر مش هيقدر يشتغل، هيفضل مستني 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 لغايه ما عمليه الدمب تخلص. بقى اول ما عمليه الدمب تخلص اللود البلدوزر هيبدا هو يشتغل. يبقى التاسك بتاعت البلدوزر هتبدا من اول هنا مش من الاول زيرو، لان في الاول ما كانش عنده اي حموله. هيبدا يشتغل امتى؟ اول ما الحموله وصلت له، يعني بعد ما الدي خلص. يبقى دي البدايه بتاعتي اللي هي كانت عند الدي هنا، ونفترض احنا كنا قايلين الرقم ده 13 وهو قال لي ان المده بتاعته 3 دقائق، يبقى هوصل لغايه ال 16. طبعا انا بحط التايم فوق ده بسكيل، مثلا كل نص سنتي دقيقه، كل سنتي دقيقه، على حسب المده اللي عندنا يعني، وحسب المكان المتاح ليك ترسم فيه. وبتقعد تسقط الكلام ده على اساسه يعني، مش اي حاجه كده وخلاص. خلاص تمام، خلاص انا كده لغايه هنا مثلا الجزء ده كده انا خلصت السايكل بتاعتي يعني العمليه بتاعتي، انا خلاص طلعت حموله وودتها. طيب هل انا في اليوم الواحد هنقل كميه بسيطه كده بالعربيه؟ اكيد لا، هنقل كميات كبيره. فانا هضطر ان انا اكرر العمليه اللي انا عملتها دي اكتر من مره. العمليه الواحده اللي احنا عملناها دي بنسميها السايكل، يبقى دي السايكل بتاعتي اللي انا عملتها، المفروض ابدا اكررها تاني. فانا هبدا اعمل نفس الكلام ده تاني، اللودر اول ما العربيه ترجع له هيبدا هو يعمل لها لود، وبالتالي العربيه احنا قلنا ان ده كومن فهيبقى الاثنين مع بعض، ويبدا نكرر السايكل دي تاني لغايه هنا مثلا. يبقى انا كده عملت اثنين سايكل، خلصت الاثنين سايكل اخش في السايكل اللي بعدها، وهكذا لغايه اخر اليوم. طيب احنا طبعا مش هنقعد نرسم اليوم كله، لا احنا هنرسم اثنين سايكل بس، غير اللي هو قال حاجه تانيه غير كده. يعني ايه؟ يعني لو قال لك ارسم ثلاثه سايكل ارسم له ثلاثه، قال لك ارسم اربعه ارسم اربعه، بس هو غالبا مش هيقول لك حاجه وانت هترسم اثنين سايكل، او هو هيقول لك ارسم اثنين سايكل خلاص. خلاص تمام، رسمنا الاثنين سايكل. هنستفاد ايه بقى من الشرط اللي عندي ده؟ استفاد اول حاجه ان انا هعرف اطلع حاجه اسمها السايكل تايم. ايه السايكل تايم دي؟ السايكل تايم دي بنطلعها للريسورس الواحد، يعني كل ريسورس من دول بيشتغل وقت قد ايه في السايكل الواحده. تعال نشوف مثلا حاجه زي اللودر. اللودر هنا هنلاقيه انه بيشتغل 4 دقائق بيملى العربيه، ودقيقه يعمل بريبير لنفسه، يبقى هو بيشتغل 5 دقائق في السايكل، يبقى السايكل تايم بتاعه 5 دقائق. انا عملت ايه عشان اجيب السايكل تايم؟ انا هنا جمعت مجموع الديوريشن بتاعت التاسكات بتاعته، فانا كده جيت السايكل تايم بتاعه. نخش على حاجه تاني مثلا على التراك، هنلاقي ان انا عنده كام تاسك، عنده 4 تاسك، اروح اجمع الديوريشن بتاعهم اللي هو هتلاقيه موجود هنا، اجمع الديوريشن بتاع كل واحده على طول مع بعض واطلع السايكل تايم بتاعته. البلدوزر نفس الكلام، هلاقي انا عندي تاسك واحده بس هجمع هجيبها ويبقى هي دي السايكل تايم بتاعته. يبقى انا كده طلعت السايكل تايم بتاعت اللودر والتراك والبلدوزر، وده تاني مطلوب هو طالبه منه بعد ما ترسم المالتيبل اكتيفيتي شارت. طيب بعد ما اطلع السايكل تايم اروح احدد حاجه اسمها الاوبريشن تايم. احنا قلنا هنا ان كل ريسورس من دول ليه سايكل واحده، وقلنا ان عندي عمليه بتتكون من ايه؟ من سايكل واحده من كل ريسورس. يعني انا عندي احنا قلنا لغايه الجزء ده دي العمليه ككل، دي العمليه اللي بتستغرق وقت معين عشان ننقل كميه رمل معينه اللي بنقدر ننقلها بالعربيه. اللي هو مثلا زي ما افترضنا في الاول ان العربيه هنا في السؤال هو كان قايل لك شايله 12 متر مكعب، يبقى دي العمليه اللي بتحصل عشان ننقل 12 متر مكعب. طيب هو عايز بقى الاوبريشن تايم، عايز العمليه دي خدت وقت قد ايه؟ طيب هنعمل ايه عشان نجيبها؟ هنشوف اكتر ريسورس عنده سايكل تايم. يعني انا جبت بتاعت لودر والتراك والبلدوزر، اروح اشوف مين فيهم عنده ماكس سايكل تايم. ولنفترض ده 5 وده 10 وده 6، يبقى التراك هو اللي عنده اكبر سايكل تايم، وهو ده اللي بنحدد الاوبريشن تايم. الاوبريشن تايم هيساوي السايكل تايم بتاعت التراك، وساعتها بنقول على التراك ده governing resource. وهنشوف ليه بنسمي ليه التسميه دي في كمان خطوه قدام يعني. خلاص تمام، حددت السايكل تايم والاوبريشن تايم. اقدر بعد كده احدد حاجه اسمها اليو اف، ده فاكتور بيعبر عن ان الريسورس بتاعي ده انا مستغله قد ايه، او بمعنى اصح الريسورس بتاعي ده بيشتغل فتره قد ايه في كل في السايكل. يعني مثلا احنا هنا اتكلمنا عن اللودر وقلنا ان هو بيشتغل مثلا 5 دقائق، والاوبريشن تايم بتاعي ولنفترض ان انا كنت مطلعه من ماكس سايكل تايم اللي هو 10 دقائق، ولنفترض يعني ارقام كده. يبقى اللودر بتاعي مستغله قد ايه؟ هو ده بقى اللي بيعبر عنه الفاكتور. الفاكتور ده بيقول لك ان انت مستغله 5 دقائق من 10، يعني 50%. يبقى انا عملت ايه؟ جبت السايكل تايم بتاعت الريسورس، لو انا بجيب اليو اف بتاع اللودر هجيب السايكل تايم بتاع اللودر واقسمه على الاوبريشن تايم ككل.
ويبقى انا كده جبت اليو اف بتاعه. هنيجي نبص بقى على التراك مثلا. احنا قلنا ان التراك دي هو السايكل تايم بتاعها بيساوي الاوبريشن تايم لان هي اكبر واحده، فساعتها لما اقسم الاثنين دول على بعض هيديني 100%. يبقى انا عرفت ان الجوفرنينج ده لو قال لك هات الريسورس الجوفرنينج هو الريسورس اللي عنده اليو اف بتاعته بتساوي 100%. خلاص تمام. ونروح نجيب برضو البلدوزر، وهنلاقي ان البلدوزر هو بسيط خالص، فهنلاقي مثلا اليو اف بتاعه 30. يبقى احنا كده تعالى نشوف احنا طلعنا الارقام دي ازاي. ولنفترض اليو اف بتاع اللودر طلع مثلا 50، واليو اف بتاع التراك زي ما احنا قلنا عشان هو جوفرنينج هيبقى 100، واليو اف بتاع البلدوزر هيبقى 30. هيجي يعمل ايه بقى معاك؟ ممكن يجي شويه ويقول لك مثلا لو احنا عايزين نحسن العمليه دي، يعني انت مثلا لو انت شغال في موقع هتروح تأجر وينش او لودر او ايا كان المعده اللي هتأجرها عشان تحفر في الارض، اكيد تكلفه الايجار بتاعتها تبقى اغلى بكتير من تكلفه الايجار بتاعت العربيه. فانا كده لقيت ان انا مستغل العربيه 100%، بس انا مش مستغل اللودر ده غير بكفاءه 50%. طب انا اعمل ايه عشان استغله اكتر من كده؟ ما دي فلوس انا بدفعها، انا عايزه يعمل شغل اكتر. هعمل ايه؟ اروح ازود اليو اف بتاعته. يعني ايه ازود اليو اف بتاعته؟ يعني ازود السايكل تايم بتاعه، او بمعنى اصح ازود الوقت بتاع السايكل تايم بتاعه. ولنفترض مثلا انا عندي هنا اللودر هو لقيته ان هو شغال 5 دقايق بس من ال 18، لا انا عايزه يشتغل اكتر من 5 دقايق. فهعمل ايه؟ اروح اجيب له مثلا عربيه تانيه، لان هو متوقف على العربيه، يعني هو بيخلص هنا خلاص ومستني لغايه ما العربيه تجيله. اروح اجيب تراك تانيه مثلا واخليها تشتغل معاه، اول ما هو يخلص العربيه الاولى التراك التانيه تبدا تتملي، فهو يبدا الشغل تاني من هنا، هضيف بلوكين كمان هنا، يبقى هو اشتغل كمان 5 دقايق من ال 18 دقيقه كلهم. نروح تاني هنلاقي ان انا عندي لسه في وقت فاضي، في 8 دقايق كمان لسه فاضيين، اروح اجيب له عربيه ثالثه تشتغل معاه، وابقى انا كده اشتغلت 15 دقيقه من ال 18، اللي هو هيطلع حوالي 70% او 80% من الوقت. يبقى انا بعد ما كنت بشغله بس 50%، لا انا شغلته 70 و80 واكتر من 50% اللي هو كان شغاله في الاول. برضو لما انا ازود عدد العربيات ايه اللي هيحصل؟ البلدوزر كمان هيشتغل اكتر، لان هو البلدوزر برضو متوقف على العربيه لغايه ما بتجيب له الحمول. فانا هعمل ايه لما ازود اكتر من عدد عربيات؟ هيعمل مثلا تسويه هنا، ولما تجي له عربيه تحط له جنب هيعمل تسويه تاني هنا وتسويه تاني هنا. يبقى هو بقى يشتغل مثلا بدل ما كان بيشتغل ولنفترض يعني 6 دقايق من ال 18 او 5 دقايق من ال 18، لا هيشتغل 12 دقيقة أو 13 دقيقة من ال 18. يبقى أنا زودت اليو اف بتاعته واستغلته أكتر. طيب لو جيت تلاحظ احنا ما اتكلمناش على التراك إن أنا عايز أزودها أو حاجة، لأن أنا خلاص مستغله 100%. فأنت لما تيجي تبص على الحاجة اللي أنت المفروض تزودها عشان تحسن الإنتاجية، هتبص على الحاجات اللي اليو اف بتاعتها أقل من 50%، ونشوف هي معتمدة على إيه وتبدأ تزود على أساس كده. مفيش قانون ثابت او حاجه ثابته تخليك تعرف تحدد الحاجات دي او ترسم حتى الاكتيف مالتيبل اكتيفيتي شارت غير باللوجيك او زي ما بيقولوا كده بالمنطقيه. يعني انا المنطقي ان اللودر يبدا الاول، بعد كده التراك، بعد كده البلدوزر. يعني مفيش قانون يحكمك ان انت ترتبهم ازاي. ثانيا تبدا تحط كل واحد وتشوف الكومن والانديفيدوال برده بالمنطق او باللوجيك زي ما بيقولوا. فمفيش قانون ثابت او حاجه ثابته، فانت جرب تحل بايدك عشان لازم تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، عشان ما تقفش في وقت كتير في الامتحان تفكر فيها هتحلها ازاي. خلاص كده يبقى انا خلاص رسمت له المالتيبل اكتيفيتي شارت، وحددت له السايكل تايم بتاع كل واحد بتاع كل ريسورس، وحددت له الاوبريشن تايم. في حاجه ثالثه بيطلبها منك، حاجه اسمها الديلي برودكشن ريت. ايه الديلي برودكشن ريت؟ الديلي برودكشن ريت ده هو المعدل اللي انت بتنتجه في اليوم الواحد. طيب انا اجيبه ازاي؟ احنا قلنا من شويه ان انا خلاص حددت السايكل تايم بتاعتي، ان انا خلال مثلا الريسورس زي اللودر ده بيعمل مثلا كل ست دقائق بيعمل نقله، يعني كل السايكل تايم بتاعته 6 دقائق، يعني هو كل 6 دقائق بيعمل 12 متر مكعب. طيب يبقى انا اجيب الريت ده ازاي؟ هقسم ال 12 متر مكعب اللي انا جبتهم على الست دقائق، ولنفترض مثلا هنطلع الريت ده هيبقى كام؟ 2 متر مكعب لكل دقيقه. هو هنا بيبقاش عايز المعدل في الدقيقة، هو عايز المعدل ديلي يعني كل يوم. يبقى انا المفروض احول الرقم ده لرقم متر مكعب لكل يوم. احوله ازاي؟ هحول ان انا هغير الدقيقة دي احولها ليوم. يبقى الاول هنحول من دقيقة لساعة. انا عندي 2 متر مكعب بعملهم في الدقيقة الواحدة، يبقى في الساعة بعمل كام؟ هضرب الكلام ده في 60. تمام؟ يبقى انا جبت كده المعدل اللي بعمله في الساعة. طيب عايز المعدل اللي بعمله في اليوم، هضرب الكلام ده في كام؟
هضربه في عدد الساعات اللي انا بشتغلها في اليوم، زي ما قلنا برده في الشيت اللي فات ان انا ما بشتغلش ال 24 ساعه بتوع اليوم، انا بشتغل عدد معين منهم اللي هو الوركينج هاورز، اللي هي العدد الساعات اللي بشتغلها في الشيفت الواحد، ودي بتبقى 8 ساعات لو هو ما قالكش غير كده. يعني هو لو قال لك مثلا الوركينج هاورز 9 10 12 15 ايا كان الرقم اللي هيدولك هتستخدمه، لو ما قالكش حاجه يبقى انت عارف ان انت بتشتغل 8 ساعات في اليوم وده المنطقي. خلاص يبقى انا كده جبت حاجه اسمها الديلي برودكشن ريت. واخر مطلوب خالص كان محدد ان انت تجيب اليو اف بتاعت كل اكويبمنت شغاله معاك، ودي اللي احنا جبناها في الخطوه اللي فاتت. تعالى بقى نخش على نقطه تانيه هي مش موجوده في الشيت بس موجوده في السلايد، ويعني كان عليها زي مساله كده في السلايد، فخلينا نقولها بالمره. عندنا حاجه اسمها البالانس بوينت. ايه البالانس بوينت ده؟ البالانس بوينت ده بيقول لك ان احنا هنرسم شارت، الشارت ده بنرسم فيه خط كده، الخط ده بيعبر لك عن ايه؟ بيعبر لك ان انت كل ما تستعمل عدد من الجفرنينج، يعني مثلا نفترض الجفرنينج ده اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو يعني اكتر ريسورس عنده وقت في السايكل تايم، لو انت هتستخدم عدد معين من الجفرنينج هيديك ديلي برودكشن ريت قد ايه. يعني مثلا نفترض ان انا مثلا كان عندي في المثال اللي فات عربيه واحده، وقلنا العربيه الواحده هتعمل لي معدل اللي احنا طلعناه فوق اللي هو الاثنين في الستين في الثمانية، ده البرودكشن ديلي الديلي برودكشن ريت بتاعها. فهاجي هنا عند العربيه الاولانيه هطلع بيها خط داش، واجي هنا عن المحور الراسي اللي هو محطوط عليه البرودكشن ريت او ديلي برودكشن ريت، واقوم حاطط الايه اول نقطه اللي هي العربيه الواحده والديلي برودكشن ريت معاها. طيب انا قلت من شويه ان انا ممكن ازود عدد العربيات عشان اعمل انتاجيه اعلى واشغل بقيه الماكينات معايا اعلى، فانا لو رحت جبت مثلا عربيتين ايه اللي هيحصل؟ الديلي برودكشن ريت ده بتاع العربيه الواحده ايه اللي هيحصل لو جبت عربيتين؟ هيتضاعف، يبقى عند الاثنين هيدي لي الديلي برودكشن ريت الضعف اللي هو اللي فوق شويه، هطلع تاني واحط خط. طب لو جبت ثلاثه هيزيد برده للثلاث امثال، لو جبت اربعه هيزيد لاربع امثال، هلاقي في الاخر النقط اللي عندي دي عباره عن خط مستقيم كده بيعبر لي عن البرودكشن ريت بالنسبه للجفرنينج، يعني كل ما اجيب عدد عربيات قد ايه الديلي برودكشن ريت بتاعي هيطلع لي قد ايه. طيب ده بيجيب لي السؤال على اساس ايه؟ ممكن يجي لك مطلوب تحت يقول لك ان انا عايز ديلي برودكشن ريت معين في اليوم، مثلا ولنفترض يعني مثلا 100 متر مكعب في اليوم. هروح اعمل ايه؟ هخش من عند البرودكشن ريت عند ال 100 متر مكعب واخبط في الخط اللي انا لسه عامله ده، وانزل تاني تحت عند النمبر اوف جفرنينج، فهقع مثلا في المنطقه دي ما بين الثلاث معدات والاربع معدات. ساعتها هختار ان اقرب برضو للكبير لان الثلاث معدات اكيد هيدوني اقل من ال 100 والاربع معدات هيدوني اكتر من ال 100، فانا خليني في الامان دايما واقول ان انا عايز احقق ال 100 فهختار الاكبر منه. ده ممكن يطلبه منه. ممكن يطلب منك حاجه تانية يقول لك مثلا لو انت عندك عدد عربيات معين الجفرنينج ده مثلا عدد العربيات بتاعته خمسه، عايز اعرف الديلي ريت بتاعي كام. مش لسه اروح احسب بقى من القانون اللي فوق، لا انا معايا الكيرف خلاص اقوم الخط ده خلاص اقوم داخل من عند الخمسه واشوف البرودكشن ريت اللي معايا ده كام. ممكن يقول لك عايز اجيب مثلا عربيات فاستر، يعني الفاستر دي هي مقصود بيها الاكويبمنت التانيه اللي شغاله معايا. يعني في المثال اللي فات احنا قلنا ان الجفرنينج هو التراك، يبقى اللودر والبلدوزر بنقول عليهم فاستر. لو قال لك مثلا الفاستر اللي معايا شغال هنا هجيب مثلا اتنين لودر، اجيب معاه كام عربيه؟ هروح اعمل ايه برده بنفس الحكايه من الكيرف، هروح اشوف اللودر ده هيعمل لي ديلي برودكشن ريت قد ايه، واجي هنا من الديلي برودكشن ريت ده واخبط برده في الكيرف وانزل واشوف عدد الجفرنينج اللي معاه. ده تقريبا كل الافكار اللي قالها الدكتور عن موضوع البالانس بوينت، وده مش موجود عليه اسئله في الشيت، فالناس ممكن تفتح يعني السلايد وتشوف المثال اللي مكتوب عليه. هو تقريبا المثال اللي مكتوب عليه هو عن نفس المساله اللي احنا حلناها او مساله شبيهه ليها، وانا قلت الاخبار كلها يعني ما فيهاش اي مشكله. وكده يبقى احنا خلصنا شيت خمسه وما فيهوش اي افكار تانيه او حاجه تانيه في الشيت. هتفتح هتلاقي نفس الموضوع، هو بس بيلعب معاك شويه في الحته بتاعه التاسكات، وانت تحدد كل تاسك بتاعت مين و واذا كان كومن ولا انديفيدوال، بس نفس المطالب هي بالظبط اللي هو السايكل، ان انت ترسم الشارت وتحدد السايكل تايم والاوبريشن تايم، وممكن يطلب منك الديلي برودكشن ريت ويطلب منك اليو اف. طيب وكده يبقى خلصنا شيء خمسه.